الألقاب السابقة للهلال يريد خامسها. جماهير هلالية تحضر، جماهير هلالية بالتأكيد تقف خلف فريقها وتسافر وترحل معه في كل مكان أيا كان المكان. صافرة الصيني فومينغ حكم هذه المباراة، بالتوفيق للهلال في هذه المباراة الممثل السعودي والعربي لبطولة دوري أبطال آسيا. في وزعيمها ماذا يريدون الآن؟ ماذا يخططون الآن؟ لماذا يحاولون الآن؟ إيجالو يصل، إيجالو يصوب، يا رب الكرة الأولى. حكم المباراة ماذا يشير؟ هناك اشتراك، ماذا يشير؟ هل هناك خطأ يحتسب؟ فرصة أولى للهلال. شوف اللقطة الماضية، شوف اللعبة الماضية. يحذرونك يا ثعبان، وصلت إلى الحمدان، الحمدان يتقدم، الحمدان بيعدي، لكن الكرة أيضا بتتخلص. حكم المباراة قريب، يا حمدان يا حمدان، هل هذا النهائي الأول الذي تشارك فيه؟ شوف اللقطة، شوف اللعبة الماضية، أول استحواذ اللي يصل إلى 62. وبالمناسبة في المباريات النهائية الهلال حقق أكبر نسبة استحواذ في تاريخ نهائيات بطولة دوري أبطال آسيا. عندما نتحدث عن البريك، حاول البريك، الله عدى، لكن العرضية في مكان، وصلت إلى ميشايل، الكرة بتصل بعد ذلك إلى حارس المرمى، فرصة بتضيع يا ميشايل بعد مهارة فردية من جانب محمد البريك. شوف التمويم، قال لا أسقط، لكن الهلال يريد أن يقف، عادت من جديد ميشايل، تصويبة يا رب، الكرة ما زالت، الفرصة ما زالت، الهلال يضغط، يضيق الخناق، الهلال يقترب، الهلال يحمل بريك إلى كاريو، بيرسل الكرة، دارت والكرة تحولت، الكرة دارت ولكنها أول وصول، أول وصول، الدربكة تصل في اللقطة الماضية إلى ضربة ركنية بعد أن اصطدمت في علي البليهي. أول وصول مثل هذه الكرات، حذاري يا جانج، ممتاز سابقا، هذا الخطير، الخطير، يا ساتر، مرت الكرة، ضاعت اللقطة، العارضة معك يا المعيوف، اتعلق فيها يا المعيوف، هذه العارضة تقف معك، تريد الهلال. خرج من سباق الدوري في هذا الموسم وهو البطل في آخر ثلاث مواسم متتالية. الكرة بترجع الآن من جديد في نص الملعب، خطأ لمصر، يحاول، ما زالت، صواب، الله الله، يا كنو يا كنو يا كنو، في الوقت الذي نقول أحيانا يا كاريو، الله على القوة، الله على السرعة، لا 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 لا، كاريو ناويهم، كاريو يريد هذه المباراة وذكرياته السابعة في أذهانه. هي قصيرة لكن التصويب القوية، ميشايل يصوب، تعود من جديد لمصلحة أوراوا، الكرة طويلة ولكن سهلة، تصل إلى حارس المرمى عبدالله المعيوف. وصلت الآن 40 دقيقة مشاهدين متابعين، ولكن كان الكرة معه، بيغير الاتجاه، وحدة يا كاريو، وحدة يا كاريو، الله، حارس المرمى يتصدى، انهم يواجهون كاريو، انهم يواجهون كاريو في شوط المباراة الاول، قوي كانت رايحة لمن خطورة الهلال وليس منعها، لانه لا يمكن منع الخطورة بالكامل. الكرة فيها خطأ لمصلحة كنو، اهدأ اهدأ يا كنو، اهدأ كنو، نحتاج إلى الهدوء في هذه المباراة والحفاظ. هل كان متسللا؟ هل كان متسللا؟ مرت سلامات، مرت سلامات، أظن أنه كان متسللا. لحظة تمرير الكرة، شايفة اللاعب الكثير من التضحيات، الكرة مقطوعة، خطأ من كنو، هناك خطأ يحتسب، يحتسب حكم المباراة الصين على ذلك بعد نهائي آخر بال17 بال19 بال21، والكرة في شباكي، في شباكي الهلال بخطأ فادح في هذا التوقيت، ولقطة بالتأكيد لم يكن فريق أيضا أوراوا يتوقعها. لماذا يسجل هذا الفريق دائما من أخطاء ساذجة وأخطاء فادحة كما حدث في الذهاب؟
كرة بتضرب في البلاهي وبتروح للعارضة ترجع للمهاجم. الآن في الإياب يحدث الله تعود بعد ذلك من جديد في نص الملعب في التصويبة، ولكن الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. إذا وصلت إلى ساكي، خطير جدا خطير جدا، ولكن جانك يظهر، جانك يبعد هذه الكرة كأنه في تغيير الاتجاه. شوط ثاني تصل إلى كاريوم، عرضية إيجالو، الكرة تصل مرة أخرى يا إيجالو الكنتر دام كاريو يحاول، كاريو بيرسلها كرة عرضية ولكن حارس المرمى. الكرة العرضية من جانب اللاعب كاريو، لحظات يحاول فيها بعض اللاعبين استعادة تركيزهم أيضا واستعادة ثقتهم من جديد. اختراق، بينية، تصويبة، يا رب يا للكرة يا إيجالو، اصطدمت يا إيجالو. الكرة تعود بعد ذلك، لكن انتبه من المرتدات. الغيني كانتي بيرسل الكرة في المساحة، حذاري حذاري، عدت الكرة عدت الكرة، عاقبوه عليها. تموكي أهدر هدفا ثانيا لأوراوا، فرصة في منتهى الخطورة بتضيع لأوراوا. شوف المرتدات سيقضي بهم على كل شيء، تصويبة يا ساتر يا ساتر يا ساتر، كاد أن يقضي على كل شيء كاد. هل هناك أمر يا ميشايل؟ الآن ميشايل عدى بيرسل كرة عرضية، متابعة يا رب يا الله، عدت من الجميع، لم يكملها أحد، لم يسجلها أحد. يا ميشايل هذه العرضية، انظروا بعد الكرة تصل، والهلال ما زال، والهلال ما زال. حمد اليامي عرضية تأتي، الكرة يا كاريو، السعود عبد حميد، مستحيل يا هلال، مستحيل يا هلال. الدربة كريوم، الكرة تسقط، تعود من جديد، رأسية تأتي من مدافع إلى مدافع، كاد الدفاع أن يقوم بكل شيء. علي البلاهي يسقط في أرضية الملعب، سلام في كرة مرتدة، كان دفاع الهلال متقدما وما زالوا يحاولون، والتصويبة تأتي يا ساتر، مرت مرت بسلام. كرة أخرى كادت أن تقتل كل شيء لكنها ضاعت. ميشايل عدى، حاول، صوب، لكن الكرة إلى خارج الملعب عن طريق اللاعب ميشايل. الكرة إلى خارج الملعب. يا هلالي تذكر، يا هلالي تذكر، بس الكرة عالية بعد ذلك إيجالو، هي هي غريبة غريبة غريبة. يا إيجالو يا إيجالو، أي كرة نادرتنا نشاهد إيجالو التي الآن تنزل في هذه اللحظات. انظر إلى العيون، هذه الدموع الأخيرة الصافرة تأتي. أوراوا ريدز بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ هذا الفريق، بالتأكيد على حساب زعيم آسيا وبطلها وفارسها الهلال، الذي يخسر نهائي خامس في تاريخه بعد خسارته لأربعة نهائيات سابقة. سيناريو 2017 يتكرر، الهلال يتعادل ذهابا ولا يفوز إيابا. سيناريو 2017 يتكرر لأوراوا، يتعادل ذهابا ويفوز إيابا. الجماهير الحمراء تحتفل، هارد لك من الأعماق لكل الجماهير الهلالية والعربية. ممثل المملكة العربية السعودية وممثل العرب يخسر في المباراة النهائية بعد